اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن عمرو الحديده. كابتن عمرو برحب بحضرتك. يا كابتن عمرو مبسوط بيك كابتن، حضرتك موجود معايا دايما كده، يعني انا حظي حلو حبيبي يا كابتن. يعني يا كابتن اكيد عايزين نتكلم على معسكر النادي الاهلي، ولكن البدايه مع حضرتك في المعسكرات وفكر المعسكرات، هل فعلا المعسكر ممكن يكسر حده الملل اللي موجوده عند لاعبي كره القدم، ولا المعسكر بيكون افيد للمدير الفني، ولا افيد لمنظومه الفريق كره القدم بشكل عام ككل ووجودهم في بلد زي الامارات واستعدادهم لبطوله افريقيا اول مباراه في دور المجموعات امام النجم الساحلي؟ اعتقد ان النادي الاهلي في الوقت اللي هو حصل فيه الركود اللي هنلعب مش هنلعب وايقاف الدوري وبعدين بطوله الامم للمنتخب الاولمبي، اعتقد الانسب يبقى بره. حته ان انا اسافر بره دي حته التجميع وحته الالفه وحته الثبوت، يعني الثبات على المستوى اللي الاهلي نهى بيه، هيبقى مطلوب قوي ان الاهلي يبعد عن الاجواء اللي بتحصل حوالين مصر. هي بتوصل، هي مش بعيده، احنا مش رحنا حته بعيده يعني. احنا بس النادي الاهلي هيروح يعمل شبه فتره اعداد مصغره للرجوع او للبدايه مع مباراه النجم الساحلي. هتعتبرها فتره اعداد مصغره. هل حصل وحضرتك موجود في الفريق الاول للنادي الاهلي ان يعني مع اختلاف الزمن ومع طبعا المسابقه كانت منتظمه بشكل اكبر وما كانش في توقفات، هل كان في توقفات حصلت ونادي الاهلي قرر ان انتوا تسافروا لمعسكر خارجي؟ لا لا. ولا المعسكر الخارجي او الفكره ما كانتش مطروحه قوي في الايام يعني في ايام كره القدم الزمن الجميل ده ما كانتش مطروحه، فكنتوا بتفضلوا ان انتوا تقعدوا هنا احسن؟ بص يا كابتن عمر، الوقت دوت كان النادي الاهلي اما بيسافر بيسافر عشان بطوله بس كده. يعني انت مثلا لو النادي الاهلي مثلا عنده فرقتين بيقسم البلد بلدين، عنده جزء بيلعب البطوله في القاهره وجزء بيسافر بطوله مثلا عربيه في السعوديه او في الامارات او في ايا كان في الجزائر ايا كان. مجرد ان احنا سافرنا لو الوقت في مصر الدوري موقوف بنسافر الفرقه كلها. لو الدوري مش موقوف بيبقى جزئين بيسافروا، جزء بيسافر البطوله العربيه وجزء بيلعب في القاهره. يعني حضرتك كنت غايب عني فتره كده بتاعت توقف الدوري، ما سالتش حضرتك يعني رايك ايه؟ يعني رايك كده عايزك تقول لي رايك، ما ينفعش اسيبك ده بره المنهج. بره المنهج اللي قدامي. هقول لحضرتك حاجه. هقولها ازاي؟ لفت ايا كان تكهنات وتوقعات الناس كلها. الرياضيين والغير رياضيين. ثلاث حكايات الناس بتتكلم عليها. الميديا. الشاره لاحمد فتحي ولا محمد صلاح. الاهلي والزمالك، ليه الاهلي طلب ان هو يلعب والزمالك اجل وانا مش هلعب الا لما الماتشات كلها تتلعب بالنسبه لي. طب خلاص نوقف الدوري ونفكر في بطوله الامم. تمام، هم دول الثلاث حاجات اللي الشارع المصري بيتكلم عليها وهي الاكثر دلوقتي. خلاص هدوا من ناحيه النادي الاهلي، خلاص النادي الاهلي سافر، النادي الاهلي سافر خلاص. والدوري توقف، والدوري توقف. المشكله دلوقتي عايزين حاجه نمسك فيها، نمسك فيها الشاره. طب حضرتك رايك ايه في الشاره؟ هقول ان انا بشوفه تمالي بيبقى درجه التعليم بتاعته بتبقى من داخل النادي الاهلي. وحضرتك عارف ان الفتره اللي كان فيها النادي الاهلي كابتن حسام غالي هو كابتن فريق النادي الاهلي وبيستلم الشاره، اعتقد راح جاب كابتن عماد متعب هو اللي يروح مكانه. ليه بنتكلم في الموضوع اكبر من حجمه؟ ايه اللي بيدور ما بين صلاح وما بين فتحي، ما بين صلاح وما بين كل لعيبه المنتخب؟ ليه بنحط شطه وفلفل عشان نحلل الموضوع؟ هما اقصر، احنا بنقول عرفنا من ساعه ما لعبنا كوره ان هي بالاقدميات. ده جزء. ايه اللي هيحصل بقى في الماتشات؟ احمد لاسمه الكبير هيتنازل او هيعطي الشاره لمحمد صلاح، دي امور داخليه ما بين اللعيبه وبعضها، مش محتاجه كل البروباجندا الكبيره دي، مش عايزه ده كله. طيب برضه يا كابتن ما جاوبتنيش. ادميه. مين الكابتن؟ مين الكابتن؟ انا مش عايز اعرف، انا مش عايز اعرف حضرتك بالادميه او بالشخصيه. احمد فتحي. احمد فتحي يستحق خلاص، يعني حضرتك ما حدش اتكلمت معاه سواء هنا او بره في اي حد قال احمد صلاح، كله قال احمد فتحي. احمد فتحي. وبره احمد فتحي اللي ما بين عمر وعمر الحديدي من ما الباقي ما لهمش دعوه بيه. بس الاساسيات عمر. خلاص يبقى كلنا بنسمع. صح ولا انا غلطان؟ طبعا صح. خلاص صح. حدد نقطه حمل عليها جمله كامله. احمد فتحي. الباقي بقى سيب الامور وهي ماشيه، هي تمشي كما يروق، لكابتن الفريق هو اللي يقول. طيب هل الاهلي يا كابتن متضرر من توقف الدوري، ولا الاهلي بالنسبه له شايف ان توقف الدوري هو احسن فرصه واستغلها بمعسكر في الامارات؟ هل ده ايجابي من شيء سلبي، ولا توقف الدوري شيء ايجابي والمعسكر شيء ايجابي؟ عايز اعرف ضرر ولا نفع للاهلي توقف الدوري؟ اعتقد ضرر للنادي الاهلي في الظروف، لان الاهلي كان ماشي كويس قوي. تمام انا اتفق معاك.
اتفق معاك، ماشيه بكل المقاييس وثبات وانسجام ما بين المدير الفني والعامل النفسي على اعلى مستوى. انت بتدور على التوقف ليه يا كابتن عمر؟ صح. اما بيحصل اخفاق او في ظروف بتعيد حساباتك من جديد في معسكر. صح صح، احنا لسه بنتكلم في ده. صح، زي بتبقى في نهايه سنه بتقول ايه 10 ايام وهبدا فتره الاعداد الجديده. لا، احنا بنقول النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في انسجام غير عادي، نتيجه ثابته، كيمياء هايله ما بين مستر فايلر واللعيبه، في هدوء، ما فيش مشاكل ما بين اللعيبه وما بين اي احاديث بتتقال. اعتقد النادي الاهلي مقفل دي كويس قوي، والاهم ان النادي الاهلي في الوقت ده القطر بدون وقوف، ماشي بالقطر بدون وقوف. الاهلي بسم الله ما شاء الله كابتن، يعني في اقل من 3 شهور 2 معسكرين، معسكر خارجي في اسبانيا لما الدوري توقف ساعه امم افريقيا، وايضا معسكر بعدين 3 شهور لما خارج مصر ايضا في الامارات بعد ما الدوري توقف. يعني عشان بطوله الامم برضه، ما انا بقول لحضرتك عشان بطوله الامم. لكن النادي الاهلي دايما بيكون مختلف، دايما الاداره يا كابتن تحاول ان هي توفر كل الامكانيات اللي المدير الفني بيطلبها. هل حضرتك شايف ان كل مطالب المدير الفني كانت تتلخص في معسكر خارجي، ولا الاكتفاء بمعسكر داخلي كان ممكن يحل بعض الازمات او يحل بعض الامور اللي المدرب طالبها؟ نقدر نقول يا كابتن لا، هو مش بيحل، هو بيخرج لعيبه النادي الاهلي عن وجود ازمات بتحصل حوالين اللعيبه من السوشيال ميديا والصحافه والتلفزيون. هو اقتصر وخد اللعيبه وسافر بيها مجلس اداره ووفر له ده عشان يقفل على نفسه ويعيش جوه الامارات بمباراه او مباراتين وديين عشان يجهز للنجم الساحلي وليس للدوري العام. هو جاهز كان للدوري العام، حصل اقاويل كتيره، هنلعب مش هنلعب، هلعب انا الاول، لا مش هلعب. كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه قال انا مش هلعب الا لما كل الماتشات، مش هلعب غير الماتش اللي جاي اللي هو ماتش الزمالك. خلاص حط نقطه ومن اول السطر تجاوب فيها وزير الشباب خلاص الدكتور اشرف. فالموضوع بالنسبه للنادي الاهلي معسكر لماتش النجم الساحلي فقط. اما مسيره النادي الاهلي اعتقد باين للناس كلها كان المستوى عامل ازاي. ايه الاجابات اللي كابتن عمرو حديدي ممكن يقولها لي من خلال المعسكر اللي بيتجمع فيه اللعيب؟ هل ممكن نحدد الايجابيات دلوقتي؟ هقول لك على حضرتك على حاجه. الايجابيات اقول لك قرب اللعيبه المصابه، ما فيش وقت ان انا مجرد ان باجي اعمل فتره التاهيل وبمشي، لا بقت في الفه، فتره التجميع والانسجام النفسي اكبر مده هيقعدوها. المعسكر قد ايه يا كابتن عمر؟ اسبوع. اسبوع، الاسبوع ده انا قاعد معاك على طول. بطمن على المصابين، بعلم الروح النفسيه للعيبه، بقربهم من بعض، ببعد عن اي تكهنات بتحصل للصحفيين مع اللعيبه عشان اخد منك جمله احمل عليها كلام اعمل زوبعه حوالين اسم النادي الاهلي. طب هي ليه؟ اعتقد ان صالح بيقول لك انا جاهز في الوقت اللي انا هركز فيه، بتكلم عن صالح جمعه بالذات، انا في الوقت اللي انا بجهز نفسي فيه ومركز انا هوصل ان انا اخش جوه التشكيل. خلاص ده عزم فتوكل فهيبدا يشتغل. يعني يا كابتن ممكن الفتره دي او الفتره اللي بيكون فيها معسكرات ان اللعيبه اللي بتكون مصابه ترجع اسرع من الفترات العاديه؟ لمحمود متولي، لياسر ابراهيم، لاحمد الشيخ، حتى مؤمن. حتى مؤمن كابتن خطيب كان عنده كل الحرص ان مؤمن يسافر مع الفريق. شوف بس بقول لك حتى مؤمن ال ال القرب ده بدل ما بتراسلني بقى كلام بيني وبينك على طول. احنا قاعدين مع بعض بناكل بنشرب بنتمرن بنخش الصاله بنعوم بنعمل كل حاجه مع بعض، مش مجموعه ساعات اثناء التدريب وبعد كده كل واحد فينا يروح لحاله، لا. حتى لو هي المده اسبوع بس، دي معسكرات قصيره بس فيها امتيازات كتير. هروح معاك لحته بعيده شويه ممكن يعني ايه. ايوه انت يعني عايز اروح معاك لحته جت في دماغي دلوقتي. الناس مش متعوده في مصر على الجزء الترفيهي. تمام. انا سافرت في 2008 لعبت في ليرس البلجيكي، كان اول تجربه احترافيه لي. لقيت هناك عندهم ليزي بويز وعندهم بلاي ستيشنز وعندهم كمبيوترز وعندهم كل الوسائل الترفيهيه اللي ممكن حضرتك تتخيلها. فلما الواحد رجع ما لقاش ده، لكن في النادي الاهلي لقيت ده موجود. فناس في 2019، بص حضرتك بنتكلم في 11 سنه، ناس ممكن تنتقد الجزء ده. هل حضرتك شايف ان الجزء الترفيهي في المعسكرات لازم يكون ليه وقت ولازم يكون ليه دور عشان اللعيبه برضه تخرج الضغط اللي عندها وتخرج كل شيء سلبي موجود عندها؟ طبعا لازم ابعد. الحته دي يا كابتن مهمه قوي. ايوه طب لازم ابعد يا كابتن. جزء الترفيه انا هفضل طول عمري بذاكر 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 ومضغوط مضغوط مضغوط، في وقت لازم اشم هوا عشان اغير مودي في الوقت اللي انا هشتغل فيه تاني. انا وصلت لوقت معين وذاكرت معين، توقف الدوري بامر رسمي ان احنا عشان بطوله الامم. هعيد ده ازاي يا كابتن؟ هعمل معسكر مصغر اشتغل من خلاله
عشان ما افقدش المستوى اللي انا وصلت له والثبات اللي كان موجود لعيبه النادي الاهلي. وبالمره بطمن على اللعيبه المصابه. يعني مستر فايل بعد ما بيخلص بيعمل ايه؟ بيمشي. كابتن سيد بيمشي. اللعيبه كل واحد فينا بياخد عربيته وبيمشي. دلوقتي بقينا موجودين مع بعض. اتوبيس، اكل، شرب، نوم، كل حاجه مع بعض. عايشين مع بعض. حتى الامور اللي بره الاطار، البيت والحته الاسريه، احنا عايشين في حته اسريه منعزله، عزاف شويه مع اصحابنا غير مع بيوتنا. مشاكل في بيتك، مشاكل في بيتك، مشاكل مدرسه، مشاكل الولد، مشاكل البنت، مشاكل اب ام، انت بتحب تذلل ده. انت بقى بعدت عن ده كله عشان تستقر على المستوى اللي انت وصلت فيه، فيفصل فيه ثبات للموضوع، واعرف الم العامل النفسي اللي انا بهيئه للرجوع عشان ماتش النجم الساحلي. ما سالتكش على فايلر. قلت لك كتير، قلت لك شاطر بكل المقاييس. عايز اسمع تاني كيفنا. ماشي. الهدوء اللي هو فيه احنا كنا مستغربينه، ان النادي الاهلي متعود او المدرب الاجنبي بيبقى فيه حته انفعاليه على خط التماس او في المكان المخصص للمدير الفني. بص يا كابتن، الراجل ده بدا بالمشاورات ما بينه وما بين الكابتن سامي. بعد كده بقى هو ومستر ميشيل لانكوني مدرب حراس المرمى، وبعد الراجل المدير الفني اللي بياخد الامور الفنيه الخاصه بكل لعيب. بعد 10 دقائق، احترام يعني، ده تحليل متواضع من عمرو الحديدي، في الوقت ده بعد 10 دقائق الراجل ده بيفرض سيطرته بجميع امكانيات النادي الاهلي. بيعمل اللي هو عايزه، بيقرا كل مفاتيح اللعب بعد 5 دقائق من الفرقه الثانيه. بعد كده بيدي صلاحيات لاربع لعيبه هم مفاتيح لعب منوعين. حسين الشحات، رمضان صبحي، قفشه، اجوي. والبدائل بره الاصابات معروفه. عارف انت عمر هيخرج ينزل عمرو، عمرو هيخرج ينزل عمر، معروف خلاص. وليد ازار، وليد سليمان. لو في اصابه او يعني حاجه اضطراريه للتغيير. الراجل هادي قوي، عنده ثقه في امكانيات لعيبته، عارف هو هياخد ايه من المباراه. بعد 10 دقائق هيفرض سيطرته باقي 90 دقيقه. اعتقد انت قلت الكلام ده من فتره واحنا قاعدين في مره. كلوب بتاع ليفربول، ما حدش يتخيل بيخسر 3-1. خلاص احنا عارفين 3 اجوان يبقى الموضوع انتهى. شفت الماتش النهارده؟ لا، الموضوع انتهى 90-93. الراجل لا يعرف المستحيل. الدقيقه بالنسبه له مكسب. ده النهارده وماتش تشيلسي بتاع ماتش ارسنال بتاع الكاس برضه بيبقى خسران وبيتعادل 3-1، 3-3، 4-3، ينزل ولد صغير يبقى 5-4. ايا كان يا كابتن، ده راجل واثق في امكانيات لعيبته ومؤمن بالفكر اللي هو بينقله للعيبه، وعارف انه هيتنفذ، مفيش انهيار بعد دخول هدف او 2 أو 3. لسه زمام المباراه 90 دقيقه بالنسبه له. هو لسه متحكم في زمام الملعب، وعارف لجام الملعب يتحكم فيه ازاي. احنا بنقول 90 سنترنا، رجعنا كوره، شلنا كوره، طفشنا، الماتش خلص. لا، 90-93 هو عارف ان الدقيقه بالنسبه له اقدر اعمل منها هجمه واجيب بيها هدف. الراجل مستر فايلر كده. طيب دلوقتي يا كابتن عمرو، يعني السياسه او المتعارف عليه في كره القدم ان الانسجام بياخد وقت شويه علشان يطبع ما بين اللعيبه وبين المدرب، لكن بسم الله ما شاء الله شفنا انسجام سريع ما بين اللعيبه وبين مستر فايلر، وده بان في الماتشات اللي فاتت كلها، مع ماتشات وديه، مع التدريبات، ان كل الاخبار يعني كلها ايجابيه، وان مستوى اللعيبه كله في التقدم، وده بيدل على زي ما حضرتك قلت في انسجام، وان الراجل بيشتغل وبيفرض امكانياته وبيعرف ان هو يقرا كل الكلام ده. تفسير حضرتك للانسجام السريع لكل لاعبي النادي الاهلي مع مدير فني ما كملش يعني عده اسابيع في القاده الفنيه للنادي الاهلي؟ هنقول يا كابتن عمر ان احنا زمان كنا بنقول زي ما كل الاجيال، كابتن ربيع وكابتن خطيب وكابتن اكرامي، ان مستر كوتي لن يتكرر. طبعا بعد كده جه مستر فايتسا قال لك لن يتكرر، عاش وعمل نظام وخطه جديده للعب 3-5-2، صح؟ لن صح. يتكرر صح. بعد شويه جه مستر هاريس وغير الكره الانجليزيه اللي كلها جري بقت فيها نقل. بعد كده مستر هولمان. بعد كده جه المبدع مانويل جوزيه في الحته المعينه للنادي الاهلي. هنكرر كل الاسماء دي وهنحط فايلر تاني لنادي الاهلي بانسجام مدير فني بطقوس واداء لعيبه وجيل جديد يبدا من 2019 ايا كان المده الزمنيه اللي هو متعاقد بيها هتعيدها تاني. انت بتحب الاستقرار؟ ما بتحاسبش بالقطعه كمجلس اداره نادي اهلي او كاداره نادي الاهلي؟
كل ده الراجل هو عارفه كويس، هو عارف قيمه المكان اللي موجود، المكان اللي هو جاي يشتغل فيه. واعتقد في احد الاحاديث لي قال انا كان مستر جروس قال لي النادي الاهلي ده ايه في مصر. طبعا ده حقيقي. قال له ايه هو الكيان اللي انت جاي تمسكه؟ انت جاي مدير فني لكيان اسمه النادي الاهلي. لا دوله. احنا هنقلل كده، قلنا كيان ده هنقلل، لا دوله. جوه دوله اسمها النادي الاهلي. دوله ليها اراء وليها سياسات وليها امور اداريه وليها امور ماليه وليها امور تشجيعيه وليها امور ثقافيه وليها ثقافه بتتمناها كل الدول الثانيه انها تقلدها. هنعتبر ان النادي دوله وكل الانديه الثانيه دول مختلفه. انت بتقلد عشان زي ما بيقولوا ايه، انا بقلدك. انت المثل الاساسي، انت القدوه، انا بقلدك. لو بصيت النادي الاهلي الدوله دي كلها سفره بتروح تلعب في الانديه الثانيه. صح. كل لعيب في النادي الاهلي اعاره، او النادي الاهلي حصل انفصال ما بينهم وبين بعض ان هو اداك الحريه انك تنطلق لنادي ثاني، بتروح تفرض نفسك جوه النادي الثاني ده وبتقول انا جاي من دوله عشان انمي دوله. جاي من نادي ليه عادات وتقاليد معينه كل الناس بتتمناها، بحاول انقلها في المكان ده. في الوقت ده نقدر نقول ان الراجل ده هيعمل حاجه جديده لاسم النادي الاهلي اللي هو موجود، بفكر معين للعيبه، بادائه، باسماء جديده دخلت منظومه النادي الاهلي، داخل منظومه النادي الاهلي. طيب يا كابتن، هو سؤال لي شقين، التدوير وتثبيت التشكيل. هل حضرتك شايف ان سياسه التدوير دي سياسه ليها ايجابيات، او الراجل بيبص ليها بطريقه معينه؟ طيب هل التدوير هو بيدور اللعيبه في التشكيل الفتره الاخيره علشان لسه ما وصلش لثبات التشكيل، وبالتالي اول لما يوصل لثبات التشكيل هيقف عن تدوير اللعيبه، ولا حضرتك الموضوع طريقته عامله ازاي؟ هي جس نبض كان سريع، بس هو سريع قوي، احنا مش ما قلنا الوقت هيطول عليه، ملحقش. في ماتش ودي، في ماتش رسمي، في ماتش كان عايز ياخد منه حاجه معينه في افريقيا، وما جيت لعبت هنا اما فرجك مفاتيح جديده للنادي الاهلي، سبير جديد موجود عنده. لعبت النادي الاهلي كلها جاهزه يا كابتن عمر. انت دلوقتي بتقول محدش يتخيل ان هو دلوقتي بقى عنده باكين ليفت علي معلول ومحمود وحيد، صح؟ عشان ازاي انت دلوقتي انت بتفكر في الثالث، هو هيدخله هو بطريقته. طبعا هو هينقل الوقت المناسب يدخله بطريقته. طبعا عمري ما كنت اتخيل ان رمضان والشحات وقفشه يبقوا موجودين في الملعب. صح، بهم الثلاثه موجودين في الملعب، السوليه وحمدي، حتى اليو ديانج لما بينزل بيكون موجود. جربه، استبعد حد وجربه. محمد هاني بكرايت احتاجته بقى سيرد باك. محمود متولي اصيب، انا عارف امكانيات محمود. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه اما رجع، سعد سمير، هتلاقي الموضوع سهل. هو عارف هو عايز ايه. ما انا ممكن اقوم لاعب عمر النهارده الماتش عمر. هي مش بالامكانيات يا كابتن عمر، ممكن يبقى عالي قوي، بس انا هريح علي لحته معينه عشان اقرب محمود وحيد يبقى موجود. مش محمود وحيد راح منتخب مصر؟ صح. صح؟ طبعا. ازاي؟ انت انا بس اللي بتسال. طبعا. لا انت دلوقتي بتتسال. ازاي؟ مش انا من ماتش واحد. انا عن نفسي كابتن عمرو لما حد بيسالني السؤال ده هقول له طالما المدير الفني مقتنع بامكانيات لاعب، ايا كان بيلعب او مش بيلعب، هو من حقه كمدرب منتخب ان هو يجيب اللاعب يجربه، طالما هو بيأدي كويس مع النادي بتاعه زي ما حصل، زي ما قلت ماتش واحد محمود وحيد الكابتن حسام اطمن عليه. قال في مباراه المقاولين. انا بقول لحضرتك بالظبط كده. ومين كافئ مين؟ طبعا مستر فايلر ادى لمحمود. صح. محمود كافئ الراجل ان انا موجود. صح. وموجود قوي. ومحمود اتكافئ ان هو راح المنتخب. صح. صح. يعني انت كفيت ثلاث حاجات في وقت واحد. امكانيات المدرب ان هو وصف امكانيات محمود وحيد، لعب محمود وحيد وامكانياته وثباته في مباراه المقاولين، انضمامه لمنتخب مصر، اقتناع الكابتن حسام بامكانياته اللي اتشافها في المباراه. ادي ثلاث حاجات. محمد هاني نفس الكلام. احمد فتحي نفس الكلام. الموضوع منتهي. هترجع تاني ان هيكل منتخب مصر لا يخلو من سبع ثمان لعيبه في القوام الاساسي لمنتخب مصر. المدير الفني في مصر او السياسه في مصر بشكل عام يا كابتن عمرو، ان المدير الفني لما بيكسب ده مدرب عبقري ومدرب ملوش حل وده مدرب جامد جدا جدا، اول لما يخسر ماتش مش فكره. بص انا قلت عليه من الاول. طب انت قلت عليه فين يا عم؟ لا قلت عليه امبارح. قلت امبارح. طيب ده ممكن يحصل مع مستر فايلر ان هو يبقى ماشي كويس، ده الشق الاول خاص بجمهور النادي الاهلي. طيب السؤال الثاني اللي هو ليه علاقه بنفس السؤال، ازاي نغير السياسه العامة في التفكير في هذا الجزء تحديدا في مصر؟ ان المدرب يكون ماشي للنقاد
ولا الكل واحد بيتفرج على النادي الاهلي ماسك ورقه وقلم وعامل فيها ناقد رياضي ومن حقه ان صوته يبقى مسموع؟ طب بشكل عام، بشكل عام بقى، اعتقد النادي الاهلي كان فيه مدربين اقل اسما او اكبر اسما اخفق وخلاه لاخر الموسم الاهلي ما بيمشيش حد. طب الجمهور كان بيغير ازاي سياسته؟ اقول لك على حاجه، جمهور النادي الاهلي تعود اللي كان فيه مانويل جوزيه هيتكرر مع مدرب اجنبي. الراجل اللي هيبقى موجود خلاص حبوه يا كابتن. ازاي هحبك؟ مانويل جوزيه ما بقاش فيه كيمياء بينه من الاهلي وحب يعيش في مصر عشان مش عارف مش عايز يعيش بره؟ عايش في النادي الاهلي. عايش في النادي الاهلي وعايش كويس قوي. وايش تحليل في مباريات؟ ايش موجود هنا في ايش في برامج؟ ايش في اكاديميات ليها اسماء كبيره في مصر؟ صح كان موجود، حب البلد. كسب في مصر اكتر ما كسب في البرتغال. بالظبط كده. انت بس مجرد ثبات في اداء النادي الاهلي واسلوب سيطره لاي مباراه الاسم الطرح ان يمسك منتخب سويسرا. هنقعد نقول بقى ده قال وده ما قالش وده حاجه جت خبر كده بسيط. صح، انا حظنا حلو ان مفيش الحمد لله شرط جزائي. الحمد لله ان مفيش شرط جزائي. حلو لو في شرط جزائي، هل انت في الوقت ده النادي الاهلي لا ما يستحملش. طيب نقول بقى كلمه مهمه قوي قلتها تاني وبكررها، النادي الاهلي بيصنع اسماء مدربين. صح، وفي اسماء مدربين تعمل فرقه بس مش النادي الاهلي. لا طبعا، ولو حتى مين، احنا لو مورينيو النادي الاهلي عمل اسم مانويل جوزيه، مورينيو عمل اسم تشيلسي. صح، عكس بعض. رغم ان ده ما لعبش كوره بس النادي الاهلي في الوقت ده عمل اسم كبير لمانويل جوزيه في الاسماء المطروحه لمنتخب مصر المترشحه، للاسماء المترشحه لاحد الدول الاوروبيه لمنتخبات او انديه. صح، الاسم النادي الاهلي ما بيتحطش غير في واجهه خمس اسماء فرق عالميه. انا ممكن ابقى موجود هناك. وسهل الموضوع اكتر بقى للعيبه والمدربين. محمد صلاح وجوده هناك بقى في حته ثانيه خالص. بلاش بقى نقارن، خلاص احنا في حته ثانيه. زي ما كنت بتكلم معاك قبل كده، قالوا ميسي وكريستيانو، الناس دي في حته، والاسماء اللي انت بتاخدها وبتفاضل ما بين ده ولا ده في حته ثانيه خالص. حط دول هنا وبعد كده اسال اي حد. ثلاثه، ميسي، كريستيانو، نيمار. بعد كده اسال اي حد، قول اي حد بقى، قول اي حد وانت جاي. طب دلوقتي يا كابتن مين الثلاث اسماء؟ والله اقول لك على حاجه، مش هسيبك. محمد كل يوم بيثبت للعرب كلها ان هو فعلا من احسن ثلاث لعيبه في العالم. بيتعامل معامله ثانيه خالص يا كابتن عمر. هو نفسي كمان بيبدا بحاجه، ما بيطلعش يقول حاجه. خلاص يا كابتن انت راجل احترفت، احنا ما كانش لنا الحظ ان احنا احترف. انت عارف اسلوب الاحتراف شكله ايه؟ والعيشه بتاعتك شكلها ايه؟ الدنيا بسيطه يا كابتن بره خالص. بسيطه، الدنيا بسيطه جدا. احنا بنكلكعها ليه بقى؟ مش عارف، عشان نسمع جمله والله العظيم نحمل عليها. بسيطه جدا، وتليفونات تتقفل وهو مش عايز يرد. انت حتى بتتوقع اللي هو هيقوله رغم ان هو عمره ما اتكلم عليه. تعرف يا كابتن هناك يعني بره ممكن مثلا هنا في مصر عايز رقم كابتن عمرو الحديدي. لو كلمت اي واحد يعني اكلم اي حد صحفي معاك رقم كابتن عمرو حالا هو هتاخده. لكن بره كابتن ما تعرفش تجيب رقم حد علشان الارقام مش منتشره كده. الدنيا بسيطه، اللي عايز حد هيروح للنادي هيعمل معاه حوار او يحجز ميعاد مثلا عشان يعمل معاه حوار، وبعد كده يرجع في الميعاد المحدد ان هو ياخد منه الكلام المتفقين عليه. مين اللي طلبك؟ ده واحد صاحب اداني النمر عشان اكلم عمرو. طب هو مين؟ خلاص بقى مش مشكلة، أحد الشركات كانت مرشحاك. صح؟ صح، ده اللي بيحصل كده. بقول لك بسيطة جدا، احنا اللي مصعبينها على نفسنا. لسه هنقول الملف الاحتراف، يسيبوا الناس بقى تشتغل. حبة نظرة عطف للناس الصغيرة، نظرة عطف للناس الصغيرة تدير شوية. نظرة عطف، نظرة عطف للناس الصغيرة تدير شوية. هي شالوا ده جابوا ده، شالوا ده جابوا ده. هو الشطرنج مش هيتغير أبدا، مش هيتغير ابدا. لازم تتقفل من الجنبين في الضمنة عشان اقول يبقى لازم تيجي من فوق بقرار رئاسي ان فلان اللي يمسك. احنا ما قلناش مدرب اجنبي مش هيبقى موجود في المنتخب الا لما رئيس الجمهوريه قال يا جماعه خلاص ما فيش مدرب اجنبي. صح صح صح، يبقى لازم تيجي من فوق باراشوت ينزل. طب ما احنا نعيش وندير كويس ونبقى عارفين اللي لنا واللي علينا. انا ليا حدود هتكلم في حته بتخص الملف. كابتن عمر ماسك الملف الترفيهي، كابتن عمرو ماسك الملف الرياضي، ده ماسك الملف الفني، ايا كان. في حساب في الاخر. مش عمر يبقى جاب عمرو، وعمرو جاب احمد، واحمد جاب محمد، خلاص. مش هقدر اقول علي العوض. هقدر اقول حاجه واحده، يا رب نقدر ندعي من قلوبنا. يبقى اخر حاجه ان الناس اللي هتبقى ملزومه مننا
او احنا ملزومين منها يعني تتقي ربنا في اختيار الناس اللي تبقى اكفاء للشغل في الحته دي. احنا مش اقل من الناس، الناس اللي كانت بتتعلم مننا سبقتنا بكتير بكتير قوي. ده حقيقي. عشان كده هاخد حضرتك بقى الملف يعني في النادي الاهلي، لكن ملف حزين جدا اثر في قلوبنا كلنا، وشفنا كم الدعم اللي كان موجود للاعب بعد اصابته الاخيره. اكيد يا كابتن تلقيت خبر اصابه محمد محمود بشكل حزين، او حضرتك ما كنتش مصدق او ما كنتش متوقع او قلت لا ده اكيد في حاجه غلط، لكن في الاخر اتاكدنا كلنا ان هو عنده قطع في الرباط الصليبي. الولد عمل العمليه بسلام، طبعا شفنا الروح اللي موجوده عنده والاراده والعزيمه، لكن اكيد ده كابتن خبر ضايقك وخبر اكيد تلقيته بشكل حزين، واكيد جه في بالك بقى حاجات كتيره جدا. ازاي الولد يعني سبحان الله الولد هقعد هقعد اعيش حزين واندب واقول يا ويا الكره المصريه محمد محمود، الكره المصريه محمد محمود، احنا منتظرينه وبندعيله وحابينه وعارفين امكانياته اللي متعنا بيها الفتره البسيطه دي، احنا منتظرينك منتظرينك. الكره المصريه مش هتحلى الا بمحمد محمود. كلام محترم يا كابتن عمرو. الكره المصريه مش هتبقى ليها طعم في النادي الاهلي والمنتخب مصر والمنتخب الاولمبي الا بمحمد محمود، وهو النفسيه اللي عنده باذن الله هيرجع في اسرع وقت. كلام محترم يا كابتن عمرو. طيب برضه عايز اروح من محمد محمود لصالح جمعه. صالح جمعه كان ليه بعض التصريحات واتكلم، طبعا هو متمسك بالنادي الاهلي وموجود في النادي الاهلي، وهو بيبذل كل قصاره جهده عشان يرجع تاني. صالح يمكن حظه وحش لما بيكون مدير فني بيجي جديد لسه، وبالتالي كابتن عمرو صالح اول ما يثبت نفسه المدير الفني بيمشي، فبيجي واحد تاني جديد، فصالح بيثبت نفسه فالمدير الفني الله اعلم يعني ايه الوضع دلوقتي. فعايز اعرف يعني تعليق حضرتك على تصريحات صالح، ان هو يعني ملخصا ان هو موجود في النادي الاهلي وعنده ثقه في مستر فايلر ولعيبته ان هم يفوزوا ببطوله دوري ابطال افريقيا، وان هم عنده ثقه ان هو هيثبت للمدير الفني ان هو يعني محق باللعب اساسي، وان شاء الله عنده امل وتفاؤل وخير ان هو يكون موجود من ضمن اللعيبه اللي ان شاء الله تلعب بشكل اساسي خلال الفتره اللي جايه. كابتن عمر انا افكر في التمرين، اعمل نفسي معسكر داخلي بيقفل اي حاجه انا عايز اسمعها او اي حاجه انا هادلي بيها. انا بفكر في التمرين وبس، وبفكر في امكانياتي اللي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عارفه مين هو صالح جمعه ووصلها للخواجه. عمرك ما هتكون لعيب كويس ومكسر الدنيا وانا عمري ما هبص لك، مستحيل، بل بالعكس هيبقى عندي حلول، عندي حيره. عمر اللي يلعب ولا عمرو، عمرو ولا عمر، خلي في حيره في الحته دي. اقفل على نفسك يا كابتن صالح، انت عارف انت عايز ايه كويس قوي، انت قفلت اول شق تتحارب منه. انا تمسكت بالنادي الاهلي خلاص، ادي ملف اتقفل. نمره اتنين اثبات الذات، ده دورك انت. نمره تلاته اقتناع المدرب، من امكانياتك انت في الملعب المدرب هيقتنع بيك كويس قوي. اهم واحده صالح هيمشي، صالح هيقعد، صالح رايح، صالح كلموه، صالح قاعد، صالح اتصلوا بيه، خلاص هو طلع نهى الكلام، صالح قاعد، انا قاعد في النادي الاهلي وانا كفيل اثبت ارجع المربع الذهبي ازاي. هركز وهشتغل. رأيك في موهبة صالح؟ مين؟ رأيك في موهبة صالح جمعة؟ سؤال قلنا... صعب. لا بالعكس. بالعكس أنا باص. هقول لك على حاجة، إحنا قلنا حاجة قبل كده برضو معاك. ساعة بطولة الأمم. يا كابتن عمرو حضرتك مش بتطلع غير معايا يا كابتن عمرو. أنا بطلع، أنا ما بطلعش خالص. يا كابتن عمرو حضرتك أي حاجة قلتها معايا يا كابتن عمرو. هقول لك على حاجة. لو انت فاكر قبل بطولة الأمم قلنا مفيش صانع ألعاب واحد يوصل محمد صلاح غير صالح جمعة، فاكر؟ صح. احنا برضو بنقول منتخب مصر في لعيبة كتيرة قوي معدودين على الصوابع اللي عندهم مهارة التوصيل للفيرويد. مش هنقتصر ان هم معروفين يا كابتن عمر، قفشة معدودين على الصوابع فعلا. طبعا يا كابتن صالح ما اقدرش اقول ان شيكابالا لا، هذه الثلاثه مفيش تاني. في تاني انت بتشوف؟ وهقول برضو هو النادي الاهلي ابن من ابناء النادي الاهلي ناصر ماهر بالنسبه لسموحه. خلاص. لا برضو ما اقدرش عشان برضو هو عبد الله السعيد برضو هتبرز. هقول لك يعني مش هزوغ عن الحق في الحته دي، بس في حد ملفت قوي قوي الفتره دي هو ربنا يديه الصحة قفشة. ولو محمد موجود هتلاقي هو رقم واحد. ربنا يرجعه. شوف بقول لك ايه؟ ربنا يرجعه بألف مليون سلامة.
هقول لك على حاجه، دعاء الناس ده ده رزق يا كابتن، ده نعمه ربنا، ده رزق من حبه ربه وحب في خلقه. صح. هم الناس بتحبه، وهو الملامح بشوش طيب. هاي اللقطه اللي شفتها لنادر شوقي وهو معاه، يا جماعه احنا كلنا معاه، مش لازم نبقى موجودين معاه في المستشفى، موجودين معاه بقلوبنا وبدعانا وبحبنا ليه اللي هو ورهولنا حببنا فيه ازاي، زيه زي مؤمن، زي اي حد ساب بصمه في قلوب الرياضيين. بس مش بصمه عاديه، مش لقطه وبتعدي، لا بصمه ثابته، ختم شعار دوله، امكانيات اتنين لعيبه ثبتوا الناس كلها. النادي الاهلي بيعلم الناس يا كابتن عمر، والاجيال الثانيه بتتعلم. اما كان النادي الاهلي بيسخن في المباراه بتشيرت ولقطه مؤمن، دي طبعا اشعارت الابدان كلها بالنسبه. صح. للرياضيين وبره الرياضيين، اللي بيتفرج اللي مالوش في الكوره اعجب بدي، خلت الميديا كلها كلنا معاك وكلنا بنحبك، واما راحوا له عند بيته حاجات كتير قوي. مبادئ النادي الاهلي بيعلمها للاخرين. طيب عايز اخرج من ملف النادي الاهلي، وعايز قبل ما اروح لملف منتخب مصر عايز اقف مع مسابقه الدوري الممتاز، وراي حضرتك وتقييمك بشكل عام لبطوله الدوري الممتاز وشكلها وانتظامها. هل هتنتظم البطوله ولا هتتاثر ببعض التاجيلات اللي موجوده، زي ما شفنا تاجيل يمكن اسبوع الرابع او نص اسبوع الرابع بسبب بعض الازمات اللي موجوده في بطوله الدوري الممتاز. كمان على المستوى البعيد او على المدى البعيد حضرتك شايف المرشحين للبطوله، هل مستوى الانديه اللي طالعه جديد، اسوان، اف سي مصر، طنطا، يعني عايز تقييم سريع، معلش يعني لخص لي اربع اسابيع كده يا كابتن عمر. اللي فاهم الدرس بسرعه ويلم في الدور الاول هيعيش لغايه الدور الثاني قاعد كويس قوي. هنفضل يا كابتن عايشين بالمنطق ده، مش هيتغير لحد امتى؟ اللي طالع مش هيتغير، معروفه انت بتطلع تاخد لقطه على الهواء وبعد كده النادي الاهلي هو اللي بياخد الدوري في الاخر، بس كده؟ احنا مش مقتنعين بده؟ لا مقتنعين. انت مبتسم نص ابتسامه، لا دي حقيقه. هنطلع نشوف اسماء كتير قوي بتطلع وبتنزل. لا ليه انا مش بقيس ضغط، اشوف ضغطي عليه ولا هو النادي الاهلي عارف انه حاطط لنفسه بلان معين في الشغل، عارف انا بيخفق في ايه، ما مش كل حاجه فيها نجاح، لازم يبقى فيه تعثرات، بس النادي الاهلي بيعرف يخرج من الملف اللي فيه تعثر بمفاجاه. طب احنا ممكن نشوف مفاجاه في الانديه اللي صاعده حديثا في بطوله الدوري؟ هل طنطا، اسوان، اف سي مصر ممكن حد منهم يكون موجود؟ موجود ممكن في الدوري، بس مش موجود مع الاربعه الاوائل. موجود في الدوري. لا ماشي، ممكن كل واحد فيهم اللي عايز يخطف حاجه، لو كسب ماتش بيعيش عليه خمس ست سنين. المفروض انت لما بتكسب حد او بتاخد بونت من حد معين ايا كان اسمه من الاسماء الكبيره بتخرج منها بتقول ايه لنفسك؟ انا كده حققت. تيجي الماتش اللي بعديه واخد 3-4، ايه ده؟ عشان غلطه ولا عرفت تقفل المباراه في دي فخسرت؟ لا، المفروض انا عارف ان انا بلعب مع اقوى فرقه موجوده في الدوري، خدت منها بونت، دول بالنسبه لي 6 بونت مكسب. ابدا من النهايه، انه نهايه المباراه، وابدا احضر من جديد للمباراه اللي جايه. لا انا بعد ماتشين 3-4 افضل عايش في الفرحه، وبعد كده افوق لما اخسر 3-4 ماتشات. خلاص 9 بونت دول يعتبروا 18. ما انت مش بتبص لنفسك انك خسرت ال3 ماتشات دول ب9 بونت، انت بتخسر 9 بونت وغيرك بيصعد 9 بونت. اللي هو اللي تحتيك او اللي زيك، فبتلاقي نفسك 9 و9 بقوا 18. انا خسرت الـ3، انا ثابت زي ما انا، واللي ورايا عداني، يبقوا الـ3 بونت بـ6 بونت. هنفضل طول عمرنا معروفه 4-5 فرق بتتنافس، و4-5 فرق بتتنافس على الهبوط. بس يا كابتن وهنيجي في الاواخر نقول ايه؟ ياه بس يا كابتن، مش 4-5 بينافسوا على 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 البطوله، هم يعني هو الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك وبيراميدز كان الموسم الماضي، وكل الانديه اللي موجوده بيتصارعوا يعني في 3/4 على الهبوط، ان كان كل العمليه قريبه نقطه او نقطتين، وكان ناديين بيتصارعوا على مش هتشوفها دي السنه دي. خلاص ها؟ مش هتشوفها السنه دي. كان السنه اللي فاتت في 8 فرق. ايوه المسافات ما بين 3 أيوة. 2 1 السلم الموسيقي شغال، والثلاثة الكبار معروف أنا عايز إيه من الـ5 ماتشات المتبقيين لـ15 بونت، جبت 14 خلاص. وفي ناس عايزة طول عمرها عارفة أنا هستنى في الجزء الدافي الخامس سادس سابع، أنا عارف إن أنا مش هخرج ده، بس أنا ممكن أأمل وعشم إن أنا أوصل للأربعة الأوائل عشان ألعب بطولة كونفدرالية أو ألعب بطولة عربية أو ألعب بطولة أفريقية، عايز أبقى موجود في الجنب ده. طب الدوري الممتاز أصعب ولا الدوري به؟ لا ايه ده؟ اني اصعب؟ بعيد خالص. لا طبعا، ايه ده حاجه وده حاجه. اني اصعب؟ لا طبعا الدوري الممتاز طبعا، طبعا بكتير.
بس الناس تقول لك الدوري الممتاز الناس مريحه شويه، دوري بيه كله بيتنافس عشان واحد بس يصعد، لكن الدوري الممتاز عندك واحد بياخد البطوله، عندك تاني الدوري، عندك تالت الدوري، رابع الدوري، بيروحوا افريقيا. بص يا كابتن، ايا كان ايه شكل الدوري الممتاز بيه، ايا كان شكله ايا كان شكله، لا طبعا ده حاجه وده حاجه. انا مسكت الدوري ده اشتغلت فيه. طب مجموعه القاهره فيها كام فريق؟ لا انت بتتكلم في، انت بتتكلم في الكم اللي انت مش قادر تعمل له بلان كويس. احنا كابتن لو عملنا له بلان هيبقى اقوى دوري ممتاز. انا لو ضميت القاهره والصعيد وبحري، لو قبلي وبحري وقاهره موت. اجماليهم كام يعني؟ انا لو خدت الست سبع فرق الاقوياء من هنا وهنا وهنا موت يا كابتن عمرو. 18 هيبقى موت. طب هقول لك على حاجه، ما تعمل ممتاز الف وممتاز ب غير الممتاز الكبير. طيب اللي هم اول ست فرق من الدوري الممتاز بتوع بحري و... والصعيد والقاهره، 3 في 6 ب 18، يبقى نموذج لل 18 بتوع الدرجه الاولى. طب والبه ده ايه؟ اللي من بعد السادس. طب دول يبقوا درجه يعني درجه كام؟ ممتاز ب. ما هو في ممتاز الف وممتاز ب. طب ليه ما نبقاش زي اي دوري في العالم، ان احنا عندنا دوري ممتاز ودوري درجه ثانيه، 3 بيصعدوا منه، 18 فريق، 3 بيصعدوا عادي جدا بدون اي بقى اول واول واول والمشاكل اللي موجوده دي. هنقعد بقى برضه هتبص عليهم هم انت رجعت في الاخر للكلام اللي انت هتقوله لي، هو نفس الكلام. هنرجع تاني ان هم الثلاث فرق اللي تحت هم اللي بيتنافسوا وهم اللي بيتظبطوا عشان يصعدوا. هنقول على مش هنقول شعارات يا كابتن عمر. بس عايز اقول لك على حاجه بجد، الانتخابات اللي جايه اتحاد الكره هتكون انتخابات صعبه جدا، هيكون عشان بيتم العمل على استقرار على 106 نادي داخل جميع العمال، يعني 106 نادي بس هم اللي يختاروا اعضاء اتحاد الكوره. فحضرتك الاول كان 275 نادي او 200 وشويه نادي، فكنت بتشتغل على الانديه الثالثه والرابعه، لكن دلوقتي عشان تنجح في انتخاب اتحاد الكوره لازم تروح لكل نادي وتقنعه ببرنامجك. يعني حضرتك انديه الدوري الممتاز، انديه الدرجه الثانيه انت صعب تشتغل عليهم، السهل كان ثالثه ورابعه، فكان اللي بينجح كان نجح في ثالثه ورابعه، ثالثه ورابعه فيه 160 صوت، فاللي كان بيجمع ثالثه ورابعه كان نجح. فانا متفائل ان الفتره اللي جايه ممكن يكون في تطوير كبير للكره المصريه، انا متفائل. حلو قوي، يبقى كل واحد بيشرح الملف بتاعه مش كلام. نشتغل بقى مره افعال وليست اقوال. نشتغل بقى مره افعال. حته تقليص الجماعه العماديه، هذا حال حضرتك شايفها؟ اه طبعا انا موافق. انت مش انا هروح لك البلد اللي انت منها بتلعب في الدرجه الثالثه وقاعد عندك وهنتصور وهنرجع هتقول لي ده انت، انا هديك اصواتي واصوات الجزء اللي عندي كله في مجلس الاداره. برضه معارف واصحاب وحبايب. انا عارف. اصحاب وحبايب وبالتليفونات وتظبيط ومواضيع، كل ده جميل قوي. لا احنا بنتكلم بقى في ال 106. اقنع ال 106. ال 106 عشان تبقى جدير بوجودك في المكان ده، وتبقى الشخص المنتخب من الاسماء المطروحه بدون اي مجاملات لحد. ده حقيقه يا كابتن. طب تعال نروح للمنتخب يا كابتن عشان الوقت بيجري بسرعه، عشان نلحق نتكلم عن منتخب مصر. تجربتين في تصفيات امم افريقيا المؤهله لكاميرون 2021، اول ماتش امام منتخب كينيا، والمباراه الثانيه امام فريق جزر القمر زي ما بيقولوا مش القمر. راي حضرتك ايه في التجربتين واداء منتخب مصر مع كابتن حسام في اول مباراه امام بوتسوانا؟ الشكل هيبقى عامل ازاي؟ هل منتخب مصر شكله هيتحسن عن اجري وعن كوبر، ولا كوبر كان احسن من اجري وبالتالي بنتطلع ان احنا نكون عندنا شكل احسن من اللي كان موجود مع مستر كوبر؟ هسال حضرتك سؤال يا كابتن عمرو بسيط، سؤال قد كده يا كابتن. انا جاهز. المفروض الكابتن حسام كان من فتره طويله هو اللي يمسك. والله يا كابتن انا مدرب، اي مدير فني مصري بالنسبه لي كان لازم يمسك الفتره الاخيره. لا هنتكلم الكابتن حسام بالذات في الفتره اللي هو انجز فيها مع النادي الاهلي، حقق انجازات كويسه قوي. هو اكتر واحد عارف الوقت ده صح والجيل ده تمام، وهو كميته سهله. ايوب، طارق مصطفى، سيد معوض، كابتن ايمن طاهر، مع احترامنا لكل الالقاب طبعا لزمايلي واخواتي، ان الحته دي كابتن حسام ادى انذار شديد اللهجه كويس قوي، خد ناس اقتناعه هو، مش اقتناع الاصوات اللي حواليه، اقتناعه هو بالاسماء دي. يعني عارف هو مين محمود وحيد، عارف هو مين كهربا. طب ايه رايك في موضوع كهربا انضمامه للمنتخب؟ هل نتكلم زي محمود وحيد؟ اصل الناس كانت اتكلمت على كهربا ما اتكلمتش على محمود وحيد. طب محمود وحيد ما بيلعبش اساسي في النادي الاهلي وراح المنتخب، ايه المشكله؟ طب اشمعنى؟ اشمعنى في ايه؟ انه ضم اشمعنى ما فيش كلام؟ الناس بتنتقد الكابتن حسام في ضمه كهربا. ايوه قول لي بقى. اقول لك انا قول لي بس ما ها ها
لا هقول لك على حاجه بسيطه قوي والله، هي بعيده شويه بس لو نظرت لها بنظره مكبره شويه هتلاقي الكلام سهل. الناس كلها بصت ان علي معلول لمنتخب تونس ومحمود وحيد لمنتخب مصر. يعني الشخص اللي موجود او اللاعب اللي بيجيد في النادي الاهلي هو علي معلول. هو فين في الوقت ده؟ منتخب تونس. منتخب تونس. مين اللي موجود على الساحه في الامكانيات والثبات والاداء رغم بعد المسافه غير محمود وحيد؟ هو لازم ياخد اثنين، فاخد عبد الله جمعه ومحمود وحيد، هو شايف ان دول افضل. وهو من الاول لما جم سالوه ساعات بطوله الامم قال لك عبد الله جمعه ازاي ما بقاش موجود، في ظل ان عبد الله جمعه بيلعب في مكان مش مكانه مش بس هو ادى وابدع في ده، واقتنعنا واتفقنا انه من احسن باكات ليفت موجوده في مصر. تمام. امكانياته واسلوبه وكورته، كورته هايله. تمام. غير المفهوم اللي احنا شفناه فيه وهو في النادي المصري. تمام. لما جه نادي الزمالك. تمام. كويس قوي. طب احنا ما كلمناش عن رامي ربيعه؟ لا، ما احنا هنتكلم بس على الايه؟ هنتكلم يعني كل شخص انت مقتنع بيه، انت لو مسكت الشاره بقيت المدير الفني لمنتخب مصر هتاخد يا كابتن عمر اللي انت مقتنع بيه مش اللي هيتفرض عليك. كابتن حسام دي مستحيله. يعني شخصيه ومعامله واداء وفكر واسلوب، معاملاته عدى على كل الاسماء دي ايام ما كان في النادي الاهلي. تمام. في نفس الوقت في بونبونايه صغيره كده هتزلله اي عقبه فيها. اقول لك مين هو؟ كابتن بركات. اي خبط ما بينه لان الكابتن حسام عصبي. بس الغريب ان كابتن بركات هو اللي يكشر كابتن حسام، بيضحك دلوقتي. معلش معلش، هو ممكن يقول لك المكان ولا لا؟ اه طبعا بركات عارف هو هيعمل ايه كويس قوي. بركات عارف هو هيعمل ايه كويس قوي لنجاحه في الحته دي. ايوب كيميا مش صعبه عليا فكره كابتن حسام شكله ايه؟ احنا بقى لنا سنين مع بعض. سيد معوض نفس الكلام. طارق هيكسب في الحته دي في وجوده مع كابتن طارق مصطفى، مجموعه منسجمه. كابتن ايمن طاهر نفس الكلام، لازم يطلع اللي جواه عشان يبقى فيه ابداع لمنظومه منتخب بالكامل او جهاز معتمد ان هو اللي يبقى موجود مع منتخب مصر. طيب هل الكابتن حسام عمل الثوره اللي موجوده في الاختيارات بعد اداء منتخب مصر في امم افريقيا، وان كان في اعتماد على لعيبه ممكن يعني ما يكونش حد مقتنع بيها لكن المدرب كان مقتنع بيها بس ادت بشكل وحش، فهل الكابتن حسام كان محتاج يعمل ثوره في تجديد كل الدماء اللي موجوده في العناصر اللي موجوده في منتخب مصر حاليا؟ اه طبعا. انا سهل بالنسبه لي جدا، ممكن اكون انا مش موجود اصلا على الساحه ان انا اسمي مش هيتردد ان انا اترشح لمنتخب مصر، بس قبلها بسنه حطيت نفسي في الوضع ده، لو انا مسكت المنتخب مصر هختار مين؟ ازاي ما اخدش عمر؟ ازاي ما اخدش محمد؟ ازاي ما اخدش احمد؟ فكابتن حسام مجهز اصلا. برافو عليك، مجهز. برافو عليك. ملف الكابتن حسام كان موجود لو تواجدت مدير فني لمنتخب مصر، الاسماء دي هتكون موجوده معايا، اللي هيبعدهم عن الاصابه بس. حته كهربا، ايه يا جماعه احنا لسه هنزيد عن كهربا؟ من احسن لعيبه جت في تاريخ مصر. من احسن لعيبه جت في تاريخ مصر. في تاريخ مصر. اه طبعا، من ابناء النادي الاهلي. ما كان موجود وانا موجود في النادي الاهلي في فرقه ال 94. وانا كنت كان موجود. بالظبط كده. كان في الوقت اللي كهربا فيه كان المنتخب الكابتن محمد عمر والكابتن وليد صلاح والكابتن تامر عبد الحميد، كان هو الفرقه. صح. صح ولا انا كان أيوة هو صح. الفرقه. كان هو اخوه. يعني الموضوع مش زايد عن واحد بنقول ينفع ولا ما ينفعش، لا اسم كبير ولازم نسيبنا بقى من انتمائنا ده رايح فين ولا جاي منين، خلوا اوروبا بس هي اللي بتشوف ده. اوروبا احنا بس في مصر اللي بنشوف ده، اوروبا ما عندهاش الكلام ده. كريستيانو راح ليوفنتوس، راح برشلونه، راح ريال مدريد، الموضوع منتهي. ما نيمار اهو باريس سان جيرمان، الناس حزينه وبطولته وحزنانه عليه وهو ماشي من برشلونه، خلاص يرجع تاني بمبالغ تانيه، باداء تاني، باسلوب تاني. بنتفرج نتعلم. 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 الموضوع مش صعب، مش لازم نقول ايه ده كهربا هيبقى عنده مشكله وهتعمل مشكله في اتحاد الكوره، كهربا هيفتتح الملف بتاعه وهنعمل له مشاكل وهنسبب له ازمه. خلاص جه النادي الاهلي يبقى الموضوع انتهى، راح نادي الزمالك يبقى الموضوع منتهى. هو دلوقتي كهربا الكابتن حسام مقتنع بيه عشان رايح النادي، رايح منتخب مصر، ما قالش اهلي وزمالك. هو موجود حاليا، عنده بكره ماتش مع نادي بورتو في ضد نادي يعني افرج بورتو، هيلعبه بكره وبعديها هينضم للمنتخب. فالراجل موجود خلاص. في انا لو جبت اللعيب ده انا بسال دلوقتي عن منتخب مصر، ما بسالش اهلي وزمالك. سيبوا بقى الحاجات اللي فيها ميكيالين دي. اه النادي الاهلي بقى قلت شويه، لا طب قلت شويه، طب نطلع نادي الزمالك فيها مشاكل وفيها تهديدات، ايه الموضوع؟ هو عامل عقد مع النادي اللي هو معاه وجه النادي الاهلي، انا ماليش دعوه بقى الاهلي دافع الاهلي ما دفعش،
هو موجود في النادي الاهلي، رجع بيته كان طالع اعاره شويتين كده ورجع بعد شويه الثالثه النادي بتاعه تاني. طب تقييمك لماتش بوتسوانا اول تجربه للكابتن حسام البدري، هل كابتن عمرو شايفها تجربه ناجحه قدر الكابتن حسام يقف على كل العناصر السلبيه اللي موجوده علشان يحولها لعناصر ايجابيه خلال المعسكر اللي جاي؟ هيبقى العامل النفسي اللي الكابتن حسام ينتشل فيه كل اللعيبه دي والاراء اللي بتدور حوالين اللعيبه بتاعه الانديه اللي في مصر، وتمرينه من وجهه نظر المتواضعه والبسيطه تمرينه على بتسوانا بس باسلوب قوي شويه. طيب يعني ليه يا كابتن عمر لما بتتحط تحت ضغوط بنشوف اداء؟ صح. لو الماتش ده هنقول الكاميرون ولا نيجيريا هنقعد من قبلها بثلاث ايام بقى بنحلم وبنقول هلعب على مين ومين، ما هو كلها زي بعض، وبالعكس الاسماء الصغيره دي ممكن تكون سبب احراج ليا قبل ما البطوله تكمل. هل ممكن نشوف اكثر من لاعب زي محمد صلاح موجود عندنا في منتخب مصر، او نصنع اكثر من لاعب زي محمد صلاح، ولا الموضوع جه قدرا من ربنا سبحانه وتعالى كده؟ لو كل 100 سنه يجي لك لاعب كده زي ما جه كابتن محمود الخطيب يجي لك؟ لا بص كابتن محمود يعني مالناش دعوه، كابتن محمود مالناش دعوه بيه. انا بقول لك كابتن يعني محمود ده هنقول عليه جمله واحده بس، احلى من رأت عينينا من لعيبه الكوره. ايا كان بقى ميسي مالناش دعوه، دي حاجه ثانيه. كابتن الخطيب اول لاعب مصري يحصل على الكره الذهبيه الافريقيه. محمد صلاح اللي جه بعديه وحصل على الجائزه، هل ممكن يتقرر مع لاعب ثاني نشوف ان لاعب مصري يبقى احسن لاعب في القاره الافريقيه؟ عارف انا هطلب ايه؟ حاجه بس هتقعد تضحك دلوقتي بس مالهاش دعوه بالموضوع خالص. محمد محمد صلاح يعمل برنامج زي العلم والايمان زي الدكتور مصطفى محمود، عارف يعمل ايه؟ يعرف الناس يعني ايه احتراف؟ يعني ايه سفر؟ يعني ايه التزام؟ انت بتسمع عنه حاجه يا كابتن عمر؟ اكتر واحد انت في الميديا، سيبك بقى من كل اللي بيذيع وبيقول وبيزايد وصحافه واخبار، انت الوحيد اللي يعني مش الوحيد، في ناس كتير بتتفرج على الانستجرام بتحب بتشوف حاجات معينه ليه. ملتزم؟ ملتزم؟ اه طبعا ملتزم. محمد صلاح ابن مصر لابس زي ليفربول اللي في انجلترا. صح؟ في عيشته، في تصرفاته، في اكله، في شربه، في دراسته، في كل شيء. يعني حتى ما هو بيطلع يتكلم الراجل يشتغل على نفسه عشان يتكلم باللغه بتاعتهم من غير مترجم ويتكلم باللغه العربيه. كان في فيورنتينا بيتكلم ايطالي لما كان موجود في الدوري الايطالي كان بيتكلم يعني إيطالي. انت حابب استغرب. انك حابب انك تروح لكل ده؟ انا استغربت والله. طيب هل ده صعب ان محمد صلاح يتعمل له زي ما اتعمل للمخدرات وناس كتير قوي فرحت ان محمد صلاح هو المثل والقدوه اللي بتتكلم؟ اعمل الحمله. صح؟ صح. طب ما انا اعمل حمله للصغيرين اللي بره حبوه واقتنعوا بيه وامنوا بامكانياته وبتصرفاته. ولادنا الصغيرين عايز يقول لك ايه؟ انا شايل الشنطه رايح فين؟ عايز ابقى زي محمد صلاح بس. بس اما بره الملكه والاسلوب والوقفه انا بقلدك في حته معينه رغم ان انا واعي للي انا بعمله كولد صغير. لا ده انت عايز تدي الدروس للصغير والمتوسط والكبير. عملوا لمحمد صلاح حمله اعلانيه اخيره كان فيها نفس الفكره، ان انت يا محمد صلاح لما بس تمسك كتاب بتقراه مصر كلها والعالم بيجيبوا نفس الكتاب. والله ما اعرف، انا بقول والله ما اعرف. حملة اهو انت اهو يعني بتقول لي معلومه اعلانيه اتعملت ان محمد صلاح وتاثيره على كل الفئات العمريه اللي بنتكلم او معظم الفئات العمريه. لما محمد صلاح يمسك كتاب الناس عايزه تجيب الكتاب تعرف جواه ايه. محمد صلاح لما يحتفل بطريقه اللي هي في الطريقه المعينه اللي يحتفل بيها الولاد الصغيرين بيحتفلوا في اي حته بيجيب فيها هدف بيحتفل بنفس الطريقه. رقم 11 كل الولاد بتلبس رقم 11. فزي ما انا قلت هو يعني بيتاثر بيه كم كبير جدا جدا من الشباب الصغير ولازم ياخدوه قدوه ويتكلم. بس طبعا حضرتك عارف ان ده صعب في الوقت الحالي، يعني ما اعتقدش ان الموضوع يتم تنظيمه. ولا هل ممكن محمد صلاح يبدا ان هو الفكره توصل له؟ هقول لك على حاجه. كلنا كنا بنستنى بعد صلاه الجمعه نسمع ساعه الا ربع للشيخ متولي الشعراوي. طبعا كنا بنسمع ايه؟ تفسير الدين والقران بتاعنا. لو اتسجلت بره واتذاعت في احد البرامج كل الناس هتقعد تسمعها. صح. اسمع كلامي. صح. وهتقعد تسمعها باسلوب هايل، بس الاسئله اللي بتتقال له وهو بيجاوب عن النبض بتاع بلدنا مش عن اوروبا، عن بلدنا. ايه اللي المفروض الولد يعمله؟ ايه اللي المفروض عدد الساعات للتمرين؟ ايه اللي المفروض عدد الالتزام؟ وجودي في الصلاه وقراءه القران في الوقت المعين ومدتها قد ايه؟ يا كابتن عمر الاونر او الراجل الكبير اللي عندك او رئيس ناديك او رئيس شركتك انت بتتمثل منه امكانياته وبتاخد الجزء اللي ينفع معاك وبتبدا منها، تبدا من وقتها بقى. انا دلوقتي مثلا عمر بيلعب ليبرو اتعلمت منه كام حاجه، بعد كده هكيفها على اموري انا عشان تبقى الملكه بتاعتي انا. انا بقى جيت العاب الهوا
عمر بيجيد التسديد برجلين الاثنين، ده بيجيد التاكلينج، ده بيجيد الباص، كل واحد ربنا اداله موهبه معينه يقدر يعملها. محمد ربنا اداله حب الناس. حب الناس اي فئه. زي كابتن محمود، صغير كبير، الجد الاب الام الست، كله عارف ان في قيمه كبيره، اسطوره اسمها الكابتن محمود الخطيب، صح ولا انا غلطان؟ صح. نفس الكلام بقى عند كل الفئات. ان في قيمه موجوده لمصر اسمها محمد صلاح. ليه ما نعتدش بيها وناخدها مثل؟ ويا راجل ده رئيس الجمهوريه بتاع بلدنا، الراجل قال لك محمد ده ابني. صح. قال الجمله دي. صح. كل واحد فينا يعتبر ان محمد اخوه، محمد صاحبه، محمد ابنه، محمد صديقه. ايه اللي انت شايفه حبيتني؟ هتخش تقرا لي، هتخش تشوف انا بحب اعمل ايه. صح. هتخش تشوف انا بتعامل ازاي، هتخش تشوف انا طريقه معاملتي مع الناس ازاي. كل ده اساليب محمد صلاح زرعها للمصريين وللعرب، احنا ليه ما ناخدهاش وتبقى بالنسبه لنا شعار، شاره بنتعلمها، كبير يتعلم من حته معينه، اللي ما لحقش دوره في الكوره وعايز يتعلم من محمد يعني احتراف، ياخده مثل وقدوه بالنسبه له ويشوف ايه الخطوات اللي وصلت محمد لده. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح والشهاده بتاعتنا تبقى مجروحه. احنا يا مجموعه قليله في مصر، العالم كله عارف مين هو محمد صلاح. كابتن عمرو بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، يعني كالعاده استمتعت، ويا ريت بقى يعني ايه يعني ما تطولش علينا الفتره اللي جايه. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. انا اللي مبسوط لما بعرف ان انا هبقى موجود معاك ببقى مبسوط وجاي. حبيبي يا كابتن، سرعه البرق يعني. حبيبي منك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن عمرو، طبعا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع احمد نجوم النادي الاهلي الكابتن عمرو الحديدي. طبعا يعني فقره الحواريه الثانيه يكون مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس ومع الزميل العزيز محمد سعيد، لكن دلوقتي قبل الفقره الثانيه هنروح لحوار مهم جدا مع صالح جمعه. تعالوا نسمع نقول ايه ونرجع نكمل الفقره الحواريه الثانيه، خليكم معنا.